بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ندخلكم وتشوفوا معايا شنو درت للسمان. هذه عبارة عن ثلاجة، ها انتم متعالي متعالي، هذه ثلاجة هنا اللي تشوفوها ثلاجة، ها انتم ثلاجة بسيطة، ثلاجة كبيرة تقريبا شريتها بواحد 50 درهم، هاكا قيمة خاسرة. درت منها هذه بلاصة ديال التلاجة، ماشي الفريغو، هذا الفريغو هاهو، هذا نرجع نشرح لكم شنو فيه. هذه التلاجة هذه كندير فيها شي فلالس، للأسف ماتو، كندير معاهم جوج سمانات، وهي في الحقيقة ما خصهمش يكون معاهم السمان مع الفلالس، لا ما تجيش، لا خص كل حاجة بوحدها، مابقاش السمان دغيا تيتأثر بالمرض بالريحة ديال الدجاج. أنا دابا درتها وحدة، وكندير معاهم جوج، وحده ماتت للاسف وبقات وحده. انتما نشوف معايا جديد هنايا، هذا هذه الشبكه ديالها من الفوق، ربما نحل بحال هكا الطير اللي تخرج ولا حاجه بسيطه. انتما ها هي السمان، هذا الماء، انت دابا الفات الماكله، الفات هذا هي الماكله الفات، ها هو البيت ديالها، اللهم بارك لي وعلي باش يزيد الله. هانتوما هادي ماكلة علافة، تاكل بلي منها خدامة مزيانة، غير مالها شوية بغيت نديرها نحاول كفكرة درتها. هادي هادي فرفارة، باش متحبسش، باش يكون الريح تيدور. دابا غادي نتاخدو هادي بولة، خاص الضو بدا نشعلها جديد، مخلاش ديما شاعلة، مرة شاعلة مرة طافية، غير على حساب الضو باش بغيت تاكل، كان ضروري تنطفي عليها الضو باش تنعس. هادي نزلت هادي الحضانة، جينا نقولو كاع الضو، زعما راه حضانة هادي، هادي هادي سيدي، هادي فقاصة، هاكا الضو. شعل على الفنتيلاتور، هذا ميزان حراري، هو انتما ميزان حراري، بسيطة هاتي على وجهك، هاتي هاني هانت هانت، أنا بغيت نشوفها من بعيد، ها هي هانت. هذه فكرة نقدر غير قلتها، ربما شي واحد عاوتاني ما عارفش يحاول يدير بحالها وصافي، حتى حنا استفدنا من الناس، وحنا حاولنا مثلا نقولها ربما يجيب لها شي واحد يستفد منها. فكرة ربما غادي تضيء الكون، غير فكرة كل يصرفها في دماغها. هذه الماكلة ها هي، دير لها الماء، ماشي تشرب منه، هذا غير متقل به الطاسة حتى تقلبها، هذه تتقلبها. هذا كل ما كاين، نجمعو دوك البيضات نديهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليوم معنا.